مشغول عمال يتكلم على حسب تليفون انا. ايوه يا توتي، الشبكه مش عارف مالها الصوت بيقطع. طبعا انا في المكتب، امال حكون فين؟ انا طلبت ملوخيه بالارانب. وبعد تكون رايح تتغدى عند مراتك الاولانيه رجاء هانم. وانا متجوز واحده غيرك اسمها رجاء؟ لا يا روحي، لا لا انا بهزر. طبعا طبعا ان شاء الله الاسبوع جاي هنعلن جوازنا. طبعا مين؟ رجاء مراتي الاولانيه؟ لا يا ساتر، انا ما بطقهاش. لسه بتنكد عليك وعامله لك اكتئاب يا استاذ شوقي؟ فعلا كئيبه ونكديه، مظبوط. انا شارب المر منها، صح. انا مستني الفرصه واخلص منها فعلا. وانا سبق وقلت لك انها لو عرفت ان انا متجوز واحده تانيه هتذبحني. مجرمه؟ فظيعه طبعا، مجرمه. طيب اوكي، اجيلك بعد نص ساعه اكل الملوخيه. باي باي بقى، لحسن جايالي مكالمه تانيه. ها، باي باي. الو، مين؟ رجاء مراتي الاولانيه، مش كده؟ هيروح بهزر، انا بهزر. انتي عامله لي ملوخيه بالتقليق برضو؟ ده احنا في مهرجان الملوخيه بقى. طبعا يا روحي، نص ساعه واكون عندك، اجي نحتسي الملوخيه بالتقليه. طب اقول لك ايه، انا كده هتاخر، ما تفوتي انت عليا في المكتب تاخديني ونروح ندلع نفسنا بالملوخيه. بس يا ريت انتوا الاثنين، قصدي انتي، تكتري التقليه. اوكي يا روحي، باي باي. ادينا عرفنا نقطة ضعفه، متجوز اتنين والاتنين عاملين له ملوخية وهيتغدى عند الاتنين. حلو، يبقى ندوحر معاه فعلا. بس انا لازم اوصل لحد عنده وهدده، يا اما يساعدني في حفظ حقي يا اما افضحه وابلغ مرته الاولانية والتانية الاتنين عاملين ملوخية وعازمينه، هبهدل الدنيا. طب يلا بقى عشان نروح له بسرعة وندوحر. دوحر؟ إلا دوحر، لازم أدوحر.